بعد الإعلان رسمياً عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، كيف ستواجه الحكومة خطر انتشار الوباء؟ وما هي مخاطر الكارثية لانتشار هذه الجائحة في اليمن؟ كيف يمكن أن نفهم أسباب الوفيات خلال الأيام الماضية؟ هل كانت كورونا أو مكرفس كما يقال؟ أهلا بكم. بعد يوم من صدور بيان أممي قوي اللهجة بشأن احتمال وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في اليمن، صدر أول اعتراف رسمي بوجود المرض بشكل يرشحه للانفجار، حيث اعترفت اللجنة الطبية العليا بتسجيل 5 حالات مؤكدة. فهل يعني ذلك مقدمة للاعتراف بانتشار الوباء على نطاق واسع؟ خاصة مع تزامن هذا الاعتراف الرسمي بمقدمات اعتراف مماثلة من قبل سلطات الانقلاب في صنعاء، التي خاطبت المنسقية الإنسانية ردا على بيانها بأن هناك فروقا كبيرة بين ما صرحت بشأن توفيره لليمن وبين المتوفر بالفعل، وطالبت بتوفير 10 مليون عينة فحص وعشرة آلاف سرير عناية مركزة وملحقاتها. هل يمكن القول إن اليمن قد دخلت فعلا في عداد الدول المنكوبة بفيروس كورونا؟ وماذا لدينا من الإمكانيات لمواجهة انتشار الفيروس المحتمل؟ أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن بعد يوم واحد من بيان لمكتب الصحة في المدينة أكد فيه عدم وجود أي حالة إصابة، مرجعاً ارتفاع عدد الوفيات إلى آثار كارثة السيول التي أصابت المدينة الأسبوع الماضي. أحد الأطباء العاملين في عدن كان قد أكد على صفحته في الفيسبوك استقباله 10 حالات لها أعراض مشابهة لأعراض وباء كورونا، توفي منهم 2، ومن بين المرضى 3 أطباء اختصاصيين. وكان بيان صادر عن مكتب منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن قد أكد على وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد رغم عدم الإعلان عن ذلك، ومن إمكانية الانتشار السريع للوباء نظراً لتوفر العوامل المساعدة على انتشاره من مستويات منخفضة للمناعة العامة ومستويات عالية من الضعف الحاد إلى نظام صحي هش ومثقل، وكلها عوامل تساعد على انتشار الوباء بحسب ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن. في حالة لو ظهرت أي حالات مرضية من مرض كورونا COVID-19. الاعتراف الرسمي بوجود حالات مصابة بالفيروس جاء بعد البيان الأممي الذي أكد فيه أن الإعلان عن أي تهديد محتمل للأمن الصحي العالمي وإدارته تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم. وفي حين تتحدث تقارير عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في صنعاء، لا تزال السلطات الصحية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تتكتم على الأمر. الاعتراف بوجود الفيروس ينقل الحديث إلى المرحلة التالية، وهو السؤال عن الاستعدادات لمواجهة انتشاره في بلد يعاني من انهيار تام للمنظومة الصحية، وما الذي يمكن للمنظمات الأممية فعله باستثناء إصدار البيانات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا بداية الدكتور عمار البعداني، وهو الطبيب المكلف من قبل الحكومة الصينية بنشر التوعية حول فيروس كورونا عبر سكايب من إيو الصينية. مساء الخير دكتور عمار. مساء الخير. إذن أبرز ربما دكتور ما يعني يتبادر في ذهن الناس عند الإعلان عن 5 حالات، لما تأخر ظهور هذه الحالات حتى الآن؟ نعم، الحقيقة أننا يجب أن لا نستغرب من تسجيل إصابات، تسجيل هذه الإصابات، على العكس أنا أراه شيئا إيجابيا. لماذا؟ لأننا لدينا حالات كورونا بكل تأكيد، والمشكلة كانت فقط في اكتشاف هذه الحالات. إذا تسجيل الإصابات ليس أمرا سيئا،
هذا يعني فقط أننا بدأنا نضع أيدينا على المشكلة الحقيقية. وهنالك فقرات إنذار أخرى نتحدث عنها، مما يعني أن هذه الخمس الإصابات هي تعني الكثير، والكثير ليست الإصابات إلا مقدمة لمعرفة من هم المخالطين وكم عدد الإصابات الحقيقية. ربما نحن لم نفحص إلا جزءا بسيطا من الناس، هنالك الكثير ربما قد أصيبوا بالفعل ويحتاجون فقط لأن نكتشفهم وأن نعزلهم. التسجيل للإصابة الهدف منه ليس فقط أن نسجل ذلك في الإحصائيات، الهدف من ذلك هو أن نعزل هذه الحالات في أسرع وقت ممكن، لأن بقائهم بدون عزل عن باقي المجتمع هو الخطر الحقيقي. يعني أنت مع الفريق الذي كان يقول بوجود حالات في اليمن ولكن لم يتم اكتشافها أو تسجيلها؟ نعم بالتأكيد، نؤكد ونقول بأنك إذا لم نقم بالفحص فسنظل في وضع زائف من الإطمئنان، وسنظل نظن عبثا أن اليمن خالي من كورونا، وهذا غير منطقي، خاصة وأن المنافذ ليست مضبوطة بشكل جيد، هنالك تهريب، هنالك حالة كانت سجلت أيضا في شحر، الوضع أيضا الصحي الهش والوضع أيضا الأمني، هذه كلها عوامل مساعدة على وجود، خاصة وأن كورونا قد وصل إلى كل دول العالم. إذا تسجيل الإصابات هو أمر حتمي، ولكن أن يكون مبكرا هو أمر جيد. نعم، إذا لو افترضنا يعني أو حسبنا ما هي المدة التي يعني سيستمر فيها حامل الفيروس ثم يتم اكتشاف المرض فيه خصوصا من المخالطين؟ نؤكد أيضا على جزئية مهمة، أن هذه الخمس الحالات لا تعني بالضرورة الوضع الحقيقي. نعم. سجلنا خمس حالات، ربما لدينا أكثر من خمس حالات، ربما لدينا العشرات كما تسجل، نحن فقط لم نقم بفحصها، وكلما فحصت حالات أكثر ستجدين أن لدينا حالات أكثر. هؤلاء الخمس حالات هي فقط التي تظهر لنا على السطح. بالنسبة للمخالطين، هؤلاء لا نعلم كم العدد الحقيقي الذين خالطهم، ينبغي عزل كل المخالطين في وضع صحي وحجر صحي وليس حجرا منزليا، لأنهم خالطوا حالات مؤكدة. ينبغي العمل الجاد الآن أيضا على منع حركة التنقل من وإلى مدينة عدن، لأنها الآن هي لا نعرف حقيقة كم عدد الحالات الحقيقية المتفشية والمنتشرة في المدينة. لدينا كثير من التعقيدات أيضا، السيولة التي ساعدت أيضا في نشر أمراض أخرى لديها أعراض الحمى ستشتبه علينا، وفي هذا الجانب يجب علينا حقيقة أن نضع الاحتمال الأول لكورونا، خاصة مع وجود أمراض أخرى وأوبئة أخرى تبدأ أعراضها بالحمى، علينا أن نتعامل مع كل هذه الحالات مبدئيا على أنها كورونا حتى نستطيع أن نثبت غير ذلك. لكن للأسف ما يحدث هو العكس دكتور، يعني يتم التعامل مع تقريبا أغلب الحميات بأنها إما مكرفس أو حمى الضنك أو كوليرا، ويتم استبعاد تماما كورونا، وكما قلت أنه يفترض العكس. نعم يفترض العكس تماما، لأننا الآن نتحدث عن أن درجة الاشتباه لم تعد متعلقة بالمجيء من الخارج، كانت المعايير دائما تتحدث أننا لا نحتاج لفحص الحمض النووي لكل من لديه حمى لأنه لم يأتي من الخارج، والحقيقة الذي كررناها وحذرنا منها هي أننا لم نضمن أن المنافذ لدينا مضبوطة، وبالتالي هنالك حالات ربما قد دخلت، وعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد الآن، وقد سجلنا حالات وليست حالة واحدة، خمس حالات، ربما نقول هنالك حالات كثيرة وليست خمس حالات فقط، والوباء ربما كان قد وجد في اليمن، ربما ليس لأسبوع أو أسبوعين، ربما لأكثر من ذلك، نحن فقط لم نشخص ولم نفحص. إذا كلما قمنا بالفحص بشكل أكبر الآن، ولدينا الحمى موجودة في عدن، وهذا يعقد المشهد أكثر، الحمى موجودة مع مرضى الملاريا والضنك خاصة مع هذه المياه الراكدة،
ولكن الحمى موجودة أيضا مع مرض ينتشر بين البشر، وهذا الفرق بين كورونا وبين هذه الأمراض التي تنتقل فقط عبر البعوض. إذا مع وجود أي مرض أو أي أعراض لديها اشتباه، أي حمى، يجب أن نتعامل معها بالعزل أولا، ثم إجراء الفحص الحمض النووي. حتى وإن كانت سلبية المرة الأولى، يجب أن نعيد هذا الفحص خلال 48 ساعة، أن نقوم ببعض الفحوصات الأخرى، وهي أيضا خاصة فيما يتعلق بالصورة المقطعية للرئة، الرئتين. هنالك أيضا كشف السريع، فحص الأجسام المضادة. هذه كلها معايير التشخيص لكورونا، وإذا استطعنا استبعاد هذه العدوى بعد ذلك، يمكننا بعد ذلك أن نقوم بمعالجة هذه الحالة على أنها ملاريا أو على أنها حمى ظنك. نعم. إذا اسمح لنا دكتور عمار أن ينضم معنا أيضا الدكتور عبد الرحيم السامعي، رئيس هيئة مستشفى الثورة بتعز، عبر الهاتف من تعز. مساء الخير دكتور. مساء الخير سيدتي الكريمة لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بك. إذا بعد يوم واحد دكتور من صدور بيان أممي بشأن احتمال وجود حالات لفيروس كورونا، هناك اليوم اعتراف رسمي من قبل اللجنة المعنية بفيروس كورونا يشكل يعني بوجود المرض بشكل يرشحه للانفجار، 5 حالات تم رصدها. هل يعني ذلك أن البلد دخل في غمار المواجهة مع هذا الفيروس؟ سيدتي الكريمة، كان لنا حديث سابقة وقد قلنا أن هذا الشعور والدخول في غمار المواجهة مع الفيروس كان يجب أن يكون من أول يوم، وعلى السلطات الصحية في كافة أنحاء البلد أن تعتبر نفسها في مواجهة مباشرة منذ أول يوم، وأن تنفذ المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا بجميع حذافيره، وهي المرحلة المكونة من 7 مراحل. كان المفروض أنه يتم تنفيذ هذه التعليمات مباشرة. اليوم الأمر ما هي هذه المراحل دكتور؟ المرحلة الأولى كان الذي هو التدابير الاحترازية للاستعداد للمواجهة وليست المواجهة، ومنها كان يفترض أن يكون الفحوصات المخبرية السريعة متوفرة، الإغلاق من البلدان، إغلاق القدوم من البلدان الموضوع بالحالات، إغلاق تام، الاستبدال النقطي عند الحدود، عند آخر نقطة من المنافذ البرية يتم الاستبدال المباشر للخدمات النقل، يعني أن لا يدخل السائق الشاحنة إلا باستبدال سائق آخر من النقطة الخلفية لآخر منفذ من البلد. ايضا فرق الاستجابه السريعه كان يجب ان تكون مستعده، وهي فعلا مستعده لكن الامكانيات قليله. واليوم في عدن يجب ان تسير الامور هذه كلها متوازيه. من وجهه نظري الا نظل نبحث هل هي كورونا، هل هي شيغانغونيا، هل هي حمى الضنك، هل هي ملاريا. اليوم عدن تعرضت الى كارثه ادت الى تجمع المياه العذبه الصالحه لتوالد البعوض الناقل للحمى الفيروسيه. نحن نتحدث عن فيروس كما وضح الاخ الدكتور، عن فيروس ينتقل بين البشر. فاذا يجب الا نضيع الوقت في التحدث هل هذا الوباء هو كورونا ام ضنك. الان يجب ان يتغير قرار مراقبه واخذ الفحوصات، ليس من الوافدين فقط وانما من كل المرضى الذين يشتبه أن لديهم أعراض تنفسية، أعراض أمراض تنفسية وحمى. ثم يجب أن تذهب الفرق في التقصي الحشري لجمع البعوض والحشرات المتجمعة في المياه العذبة وتشريحها، وهذا أمر بسيط جدا يجب أن يحدث خلال 24 ساعة. فرق التقصي الحشري والتقصي المخبري ستجيب على هذا السؤال خلال 24 ساعة فقط. هل البعوض الناقل المتجمع في المياه العذبة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة هو بعوض ناقل لحمى الضنك أم أنه لا يحمل؟ فإذا كانت المدرعة المصرية أو الزاعقة المصرية من البعوض الناقل موجود، هذا يعني أن هناك خطط متوازية يجب أن تسير في اتجاه مكافحة الفيروسات التي تنتشر عن طريق الحشرات وكذلك فيروس كورونا، مع استخدام الأشعة المقطعية كما أوضح الأخ الدكتور ضيفك الكريم،
قد أوضح العديد من هذه النقاط. إذا هذه بسبب تأخرنا في الاستجابة في بعض الإجراءات للمرحلة الأولى يجب الآن أن تنفذ متوازية. نعم، برأيك ما هي مخاطر إخفاء وجود حالات لكورونا وعدم الاعتراف بها في صنعاء وفي بقية المحافظات رغم الاشتباه الكبير بوجود مثل هذه الحالات؟ أولا أنا من وجهة نظري وكعامل في القطاع الصحي أنا لا أعتقد أن هناك من يقوم بالإخفاء سواء كان في صنعاء أو في عدن أو في أي محافظة أخرى. أنا أستبعد عملية الإخفاء لأي أسباب من الأسباب لأن القطاع الصحي أولا لا يتعامل مع المواضيع والملاعب السياسية. إذا ما تم تأكيد وجود حالة فيروس كورونا بالفحص المبلمر أو البلمرة أو البي سي آر سيتم إعلانها أنا أعتقد في أي محافظة. لكن أنا أعيد هذا إلى عدم توفر الإمكانيات وليس إخفاء. لا يمكن لأي عامل صحي أو يعمل في مجال الصحة الإنسانية أن يخفي وجود أي مرض مهما كان خطورته أو بساطته أو ضعفه. هو التأخر أنا أعتقد جاي من عدم توفر الإمكانيات. نعم، ولكن دكتور ألا يفترض أن يتم التعامل مع أي مريض مشتبه بوجود حمى فيه بأنه كورونا إلى أن يثبت العكس؟ يعني لكن ما يحدث بأن أغلب الحميات تأتي ويتم التعامل معها لأنها ضنك أو مكرفس أو ملاريا أو أي شيء ثاني ويتم استبعاد كورونا تماما. وهذا ما أشرت إليه الآن أن الآن الفحص السريع، أنا أقول أن الفحص السريع الآن يجب أن يتوفر في جميع المرافق الصحية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة. يجب أن يتوفر الفحص السريع. اليوم في بعض الدول تجري 50,000 فحص في اليوم. صحيح أنه أن هذا الفحص يعني غير حساس لكنه أيضا يعطينا أين نتجه، يعطينا مؤشر أين نتجه بالمريض هذا، خاصة إذا ما كانت الأعراض والعلامات تطابق التعريف القياسي لحالة فيروس كورونا الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية والمتوافق عليها بين الدول. فإذا هذا ما أقوله أنا، يجب اليوم أن تسير متوازية جميع الخطوات فيما يخص الفيروسات المنقولة عبر الحشرات والفيروسات التي تنتقل عبر البشر، ويجب توفير الفحوصات المخبرية السريعة في جميع المرافق الصحية. يجب إيجاد أكثر من وحدة بي سي آر فحص في كل من عدن ولحج وتعز والضالع وأبين وكل المحافظات المجاورة، وأيضا التدابير الاحترازية الأخرى. يجب إغلاق جميع المنافذ. هذا وجهة نظري طبعا، أنا لست في موقع يخول لي أن أقول يجب من حيث صدور القرار، ولكن أنا أقول يجب من وجهة نظري العلمية أنه إغلاق المنافذ واستبدال السائقين والشاحنات وغسل وتعقيم الشاحنات عند دخولها وخروجها هذا أبسط إجراء يمكن أن نتداركه الأرض الآن على الأرض ضمن مرحلة المواجهة السابقة قبل دخول الفيروس والتي لم تنفذ في السابق بشكل مضبوط. نعم، إذن دكتور ما هي استعدادات تعز لمواجهة هذا الفيروس خاصة وأنها محافظة قريبة من عدن واحتمالية انتقال العدوى متوقعة؟ الآن لا توجد أي محافظة محصنة من انتقال هذا الفيروس. كانت حالة واحدة في محافظة حضرموت واليوم خمس حالات دفعة واحدة في يوم واحد في محافظة عدن. فإذا لا توجد أي محافظة الآن محصنة من هذا فيروس كورونا. لا يستخرج فيزا للدخول إلى أي مكان في العالم. إمكانيات محافظة تعز في اعتقادي الشخصي أنها لا زالت كما هي في أول يوم. المعازل التي كان مخصص أن تكون التي كان يفترض أن تكون جاهزة حتى الآن أعتقد أنها لا زالت في خطوتها الأولى تحت التجهيز. حتى وإن تم تعيين هذه المعازل هناك إمكانية يعني ضئيلة جدا في عدد أسرة العناية المركزة وعدد الأطباء الاختصاصيين. نحن عندما كنت في مكتب الصحة دربنا فريق في تخصص العناية المركزة في عدن ثم عاد إلى تعز ودرب العديد من الممرضين الاختصاصيين والأطباء في المحافظة. لكن مراكز العزل لا زالت كما هي حتى الآن، لم يضاف أي رقم عليها.
ايضا المحاجر، انا اعتقد انه محجر واحد هو ذلك المحجر الذي في الضباب، اللي هو محجر الحرمين، لا زال كما هو ولم يضف عليه اي رقم اخر. يعني الاستعدادات نكاد تقول نقول انها او الامكانيات، بل نقول الامكانيات انها لا زالت كما هي ولم يطرأ عليها بشكل واضح انها على استعداد لمواجهه اعداد كبيره وانتشار كبير لهذا الفيروس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم السامعي رئيس هيئة مستشفى الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذن دكتور عمار، يعني الاستعدادات في اليمن للأسف الشديد غير موجودة والإمكانيات غير مكتملة، كيف يمكن أن تصمد اليمن أمام هذه الجائحة إذا ما انتشرت لا سمح الله؟ هذا سؤال صعب حقيقة. الوضع لدينا فعلا يحتوي كل عوامل الشعب، ليس كورونا بل بكل الأمراض. المشكلة تتعلق بالمنظومة الصحية، تتعلق أيضا بمناعة الناس، بالمستوى الاقتصادي والفقر. كثيرون الذين يعانون من مشاكل صحية، هناك بشكل حق المنظومة الصحية المتطورة لم تستطع أن هذا الوباء. نناشد السلطات سواء في صنعاء أو في عدن، يستثمروا كل طاقاتهم وكل ما لديهم من إمكانية لإنقاذ الناس ووضع الصحة العامة في المقام الأول، لأننا إذا لم نقم بهذا مبكرا فستكون الكلفة بعد ذلك باهظة جدا. نعم، ما الذي يجب عمله؟ ما هي الخطوات؟ إذا انتشر هذا الوباء وتفشى ولدينا كل الفرص. نعم، ما هي الخطوات أو الإجراءات اللازمة للحد من هذا الانتشار؟ نعم، هنالك نعم، الخطوات تنقسم إلى قسمين، قسم الإداري المتعلق بالمنافذ وضبط الشاحنات وإزالتها وعدم السماح لأي تهريب من أي مكان وعدم السماح لأي حركة تنقل من الخارج. البؤرة التي الآن نتحدث عنها مدينة عدن، الآن يجب أن يتم وقف حركة التنقل من وإلى المدينة. هذه إجراءات إدارية. الإجراء الثالث أيضا بما يتعلق بالحالات، وكل الذين خالطوهم يجب أن يعزلوا عزلا صحيا لفترة تكفي لاستبعاد هذه الإصابة مع إجراء الفحوصات. هذه من الناحية الإدارية. من الناحية المادية ومن الناحية الفنية يجب أن تعمل السلطات هنا وهناك على تجهيز هذه الأماكن والمحاجر الصحية والمستشفيات بالأجهزة والفحوصات اللازمة. يجب أن يناشدوا ويتجهوا إلى كل مكان يمكن منه أن تقدم المساعدات أو توفير هذه وسائل الحماية، ومن ضمنها أيضا المستلزمات الطبية لحماية أيضا الأطباء والممرضين من انتقال هذه العدوى. إذا لدينا عمل كثير يجب أن نقوم به هذه الأيام، يجب أن لا نتأخر، لأننا إذا تأخرنا وثم عدنا لنبذل المجهود قد نكون قد منظمتنا الصحية الهشة أصلا ربما تكون قد خرجت عن خدمة. نعم، إذا هذا يعني ما يجب على الجهات المعنية عمله، ولكن هل يمكن توجيه رسالة للمواطنين؟ لأن على عاتقهم أيضا مسؤولية كبيرة يستطيعون من خلالها حماية أنفسهم وأهاليهم. بالنسبة للناس يجب عليهم أن يلتزموا بالنصائح التي كررناها مرارا وتكرارا. بالنسبة لهذا الوباء، هو يحب كثيرا التواصل الاجتماعي والاختلاط، وبالتالي فأول الطرق لمواجهته أو الهروب من مواجهة الوباء إن صح التعبير هو أن نبتعد عن بعضنا تباعدا جسديا وليس اجتماعيا، حيث نحاول أيضا أن نحافظ ونقوم برعاية كل من يعز علينا، ولكن يجب علينا أولا أن
نسلك سلوك التباعد الجسدي، الابتعاد عن كل أماكن الزحام. إذا خرجنا من المنزل للضرورة القصوى، الكل يجب أن يلتزم تغطية الفم والأنف، وهذه الطريقة المثلى الآن للحد من الانتشار أو كبح جماح هذا الانتشار السريع. تغطية الفم والأنف ليست حماية لك شخصيا، هي حماية للآخرين. كيف أحمي نفسي أنا إذن عندما يرتدي الآخرون أيضا هذه الوسائل، سواء كانت كمامات أو حتى أغطية قماشية، هم يرتدونها لحمايتك وأنت ترتديها لحماية الآخرين. إذن الكمامات أو الأغطية حتى القماشية ستكون أيضا مجدية إذا خرجنا بالضرورة. النظافة الشخصية نتحدث عنها دائما، غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، الابتعاد عن المصافحة، التلامس الاجتماعي بشكل كبير هذا يجب أن نبتعد عنه، وكذلك أيضا نحاول أن نحافظ على جهازنا المناعي بشكل جيد من ناحية الأكل والشرب ومن ناحية أيضا الراحة. الهلع المبالغ فيه لن يجدينا، ولكن يمكننا اتخاذ وسائل الوقاية، وأقلها كلفة هو أن نبتعد عن كل مكان لهذه العدوى. لا نريد أن نقول سأصاب وربما أجتاز هذه المرحلة، لأنك حتى لو اجتزتها فإنك ستعدي غيرك ممن لديهم ضعف ولديهم مشاكل صحية، ومن أقربائك ومن أحب الناس إليك. إذن المباعدة والبقاء في المنزل هي أسلم الطرق وأقلها كلفة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عمار البعداني، الطبيب المكلف من قبل الحكومة الصينية بنشر التوعية حول فيروس كورونا. كنت معنا عبر سكايب من إيو الصينية، وينضم معنا أيضا عبر سكايب الناشط الحقوقي لبيب ناشر من نيويورك. مساء الخير أستاذ لبيب. مساء النور يا أستاذ. أهلا بك أستاذ لبيب. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا كما تابعت عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، برأيك ما الذي يعني اكتشاف هذه الحالات بالنسبة لليمنيين؟ أعتقد هذه الحالات هي فقط التي تم فحصها لحد الآن، والذي لم يستطع الأطباء إنكار إصابتها. مع العلم أن من الحالات، أنا في تصوري كثير من الحالات وصلت إلى المستشفيات ولم يتم فحصها. أنا كنت أمس كتبت منشور عن إصابة أخي قبل أيام، وفعلا أثناء حديثي مع أخي قال لي بأن الأعراض جميعا كانت تشير إلى كورونا، ولكن عندما ما فيش حد عمل لي فحص خالص. يعني أنا بس أجيب مثل من واقع. نعم، يعني كل الأعراض تنطبق على كورونا، يعني ولكن لا يتم فحصها على الموضوع. هذا كلام أنا متأكد منه تماما. لا يتم فحصهم. قال لي بالحرف الواحد أن المرضى الذي كانوا بجواره في نفس المكان كانوا كلهم على الأكسجين، ولكن هو لأنه أصغر سنا شوية فاستطاع أن يقاوم. أو تم تشخيص الحالة على أنها مكرفس، التبرير لدرجة الحرارة قالوا هذه مكرفس مع ملاريا، يعني خلطات طبية. لكن نعم، هل تعتقد بأن هذا تهرب؟ هل حد عمل فحص الكورونا؟ أبدا. هل لعدم وجود إمكانيات لفحص كورونا، أم أنه تهرب وخشية معرفة بأن هناك فعلا حالات بهذا الفيروس فيتم رمي الثقل على بقية الحميات؟ أنا أعتقد أن الجانب النفسي هو الرئيسي لدى الأطقم الطبية التي تعمل في الفرونت لاين في الصف الأول. هذه الأطقم هم بشر ويخافون تماما من واقع أن يكون هناك فعلا انتشار للفيروس. بداية من الأطباء والممرضين الذين نفسيا لديهم حالة إنكار، إلى جانب عدم توفر في جميع المستشفيات الخاصة والعامة. أن يكون هناك اشتباه ويجب التبليغ، وبعد التبليغ يأتي الفريق ويأخذ الفحص ثم يذهب به إلى الجهاز، فيعني عملية طويلة. فالأعداد كثيرة يتم التعامل معها على إنها حميات وما إلى ذلك، وفقط ذلك العامل النفسي مثل العاملين في المجال الطبي تؤثر على ذلك. أن اليوم بعد إعلان 5 حالات في عدن
رفضت الأطقم الطبية في مستشفى الوالي أن تعمل، تم إغلاق مستشفى الوالي رسميا. نعم. وهذه نقطة يجب أن ننبه لها جيدا، أن التهرب والتنصل بالمسؤولية من قبل المستشفيات الخاصة في هذا الموقف في أثناء انتشار الوباء يجب ألا يسمح به من قبل السلطات في أي مدينة، كان في عدن أم صنعاء أم تعز، هذه المستشفيات التي امتصت دماء الناس سنوات في أيام الاستقرار الصحي، حاليا تحاول تتهرب من مسؤوليتها، وهذا أمر خطير جدا. نعم أستاذ لبيب، نعم المخاوف التي أبدتها الحكومة مغبة انتشار الوباء، هل يعني تجد ما يوازي هذه المخاوف على الأرض؟ هل تم الاستعداد بما يجب؟ يعني رغم أننا نعلم جميعا أن البنية الطبية يعني للأسف متدهورة للغاية. أنا أعتقد أن الكلام هذا ينطبق على دول لديها أنظمة وبنية صحية. ما يأتي الوباء يتم تعزيز تلك القوى أو البنية الصحية المتواجدة، لكن في دولة مثل اليمن هي أساساً كيف سيتم تعزيزه؟ أنا أعتقد أن التركيز الأكبر لا يجب أن يكون، طبعاً من المهم جداً هناك تركيز من القطاع الصحي الموجود، ولكن انا ارى انه اذا انتشر الوباء سيكون العامل النجاة من هذا الوباء هو المجتمع، الوقاية، دورات تدريبية مكثفة للناس. انا لم ارى في يعني من خلال متابعتي لم ارى اي دورات تدريبية لا على الارض حتى على السوشيال ميديا للمواطنين كيف يتجنبوا او كيف يعملوا حجر منزلي، عزل منزلي. العزل الصحي الذي كان يتحدث عنه الدكتور عمار اعتقد انه لن يكون مقدورا عليه في دوله مثل لا اكل كافيه، لا اطقم طبيه متخصصه في العنايه المركزه كافيه، الدنيا كما قلنا متهالكه، سيكون الحجر المنزلي وان كان سيء وغير كافي لكن هو الافضل. لذلك انا ارى ان العامل الرئيسي من هذا الوباء هو التركيز على منظمات المجتمع المدني. على فكره استاذ اسيا، الموضوع ليس فقط جانب صحي، هناك عوامل اخرى، هناك العامل النفسي الذي يعني نوبه الهلع الذي ستمر على الناس جميعا، يجب ان يكون هناك تكاتف من قبل الاطباء النفسيين، منظمات المجتمع المدني تعمل في هذا المجال، يجب ان يجتمعوا، يجب ان يستعدوا لمواجهه هذا الهلع النفسي الذي اثبتت الدراسات انه اكثر يعني اكثر شيء ممكن يؤثر على المناعه النفسيه لدى الشخص المصاب او غير المصاب. نعم. ثانيا عمليه التغذيه وايصال الغذاء التي يعني يوميا على نعم، لكن يعني مسألة يعني ربما ناقشنا هذا الأمر أكثر من مرة أستاذ ربي، مسألة البقاء في المنزل، التباعد الاجتماعي، العديد من الإجراءات التي يفترض أن يقوم بها المواطن قبل الحكومة، إلا أن يعني هناك من يجد صعوبة تطبيق ذلك بحكم الوضع المادي الصعب للعديد من الناس، إن لم يعني في بعض الأسر يخرج يعني الأب وأطفاله للعمل، البعض الآخر يعني هو مضطر للخروج يوميا لأنه يعمل بالأجر اليومي، لا رواتب، لا أي يعني مساعدات يمكن أن تقيهم شر الخروج في هذه الفترة. في الوقت الحالي كذا آسيا، كل ما يحتاجه الإنسان في الحجر المنزلي هو البشرة، هذه الأشياء يجب أن يتم التسويق ما بين منظمة الغذاء العالمية والحكومات اليمنية شمالا ومنظمات المجتمع المدني بحيث يضمنوا أن الإدارة الغذائية بشكل مستمر إلى الناس الذي يعتمدوا على قوتهم اليومي أو يعتمدوا على قوتهم العمل اليومي. هذا ليس الأمر، هذا ممكن يتم التنسيق فيه اذا كان هناك خطوات جاده. الامم المتحده تقول بانها تتبنى تغذيه 10 مليون شخص في اليمن. او الحديده او طبق الحوثي قوام الاحتلال كان فيها ما يكفي
3 مليون لمدة شهر كامل. الغذاء اللي لم يكن اليمن المنظمات العربية توفره، المنظمات الأمم المتحدة، هذا يجب أن يكون ما بين المجتمع المدني وما بين الحكومة اليمنية بالتوافق مع المنظمات الدولية. الأمر هذا سيصل الأمر إلى مرحلة ما فيش حد. نحن في نيويورك إلى شهر فصل نخرج مركز العدوانيات، فهذا الشيء الذي يحاول الناس تفكره هو قبل اليمن لديه مشكلة اقتصادية. نعم. إذا يعني في ظل أيضا أستاذ لبيب يعني وجود العديد من الحميات في البلاد وإرماء الثقل عليها أو يعني الاشتباه بأنها هذه بأن المصاب هو يعني مريض بهذه الحميات، كيف يمكن التفريق في ظل عدم وجود الأجهزة اللازمة والكافية لمعرفة أن هذا المصاب مصاب بكورونا دون غيره؟ أنا لست طبيب ولا أستطيع أن أرد في هذا الاختصاص، ولكن أقول بأن ما يحصل في أنا أكلمك عن كمواطن في العدد الأكبر، يجب أن يكون هناك عمليات فحص مستمرة وأعداد كبيرة جدا من الفحوصات. هذا الشيء أنا لا أرى أن هذه الخمس الحالات كما أخبرتك هي الحالات أعتقد التي كانت واضحة تمام حوشة الناس فيها على الموت. غير ذلك أن هناك حالات كثيرة يجب أن تتم عمليات أو حملات فحوصات في جميع المدن. تعز وتهامة هي أكثر المدن معرضة انتشار الفيروس، من صنعاء بس تعز وتهامة هذه المدن مناطق شوية دافئة ورطبة وأمطارها كثيرة في هذه الفترة، وبالتالي احتمالية الانتشار. الكارثة الأكبر في آسيا هو ليس فقط انتشار كورونا، ولكن انتشار كورونا مع كورونا تأتي في نفس الوقت في جسد المريض. يعني الجهاز المناعي للمريض لا يجب ان يدافع عن يعني يدافع امام اكثر سيزيد الوضع سوءا. لذلك انا مره اخرى جهازنا الطبي في اليمن او نظامنا الطبي في اليمن فاشل، والاعتماد يجب ان يكون على المجتمع، توعيه المجتمع، دورات في الحجر الصحي، في الدورات في الحجر المنزلي. وعلى فكره العزل حتى ضمن الاسره، بمعنى ان ليس فقط ولكن قد يتعلم يكونون مع المصاب في داخل البيت. نعم. اذا شكرا جزيلا لك لبيب ناشر الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. وننتقل الى الدكتور محمد البعدني وهو طالب دراسات عليا من ايطاليا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير أختي الكريمة، خالص تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك دكتور محمد، ما هو تعليقك على إعلان اللجنة الطبية العليا لمكافحة فيروس كورونا بوجود 5 حالات إصابة بهذا الفيروس في عدن اليوم؟ طبعا أنا سائني كما سأل كثير من اليمنيين ظهور 5 حالات دفعة واحدة، بعد أن كنا تحدثنا في اليومين الماضيين عن معدل وفيات مرتفع جدا في مديريات مدينة عدن، أكثر من 10 حالات وفاة كانت بسبب التهابات تنفسية، لم يحدد سبب الوفاة ولم يتم فحص المخالطين. كان الجميع يتحدث عن إصابات بأمراض أخرى، ولكن اليوم تفاجأنا بخبر إعلان 5 حالات بعد عمل الفحوصات البي سي آر لهؤلاء المرضى، مرضى الاشتباه. كان يجب التعامل بحزم أكثر. طبعا إلى الآن لا توجد لدينا معلومات عن الحالة رقم 0 أو كيف دخلت الحالات إلى اليمن، أو حتى كيف تم تشخيص الحالات في مدينة عدن، وهل تم عزل المخالطين أو لا. يعني فقط هي المعلومة التي وردتنا أنه هناك 5 حالات إيجابية. نعم. إذن برأيك يعني هذا التأخر في هذا الإعلان رغم وجود هذه الوفيات وعدم فحص أو معرفة أسباب هذا وفيات هذا العدد، هل هناك إهمال متعمد أم حقيقة يعني لا توجد إمكانيات لفحص المرض، أم أنه يعني من شدة الخوف بعدم ظهور المرض يتم رمي الـ يعني الأسباب لأمراض أو حميات أخرى موجودة؟
والله يا سيدتي الكريمة، أتوقع أن هناك انفصال عن الواقع ما بين وزارة الصحة في الحكومة الشرعية وما بين الداخل في المحافظات التي تحت سلطتها. يعني الوزير أو معظم قادة الوزارة مقيمة خارج اليمن، لا يوجد إلى الآن. يعني نحن كنا تحدثنا في السابق من بداية انتشار المرض كان يجب عمل غرفة عمليات، كان يجب عمل يعني توفير الفحوصات، البحث عن 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 بدائل، البحث عن توفير مستشفيات خاصة بالعزل، الاشتباه أي حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي باعتبارها حالة يجب أن يتم التأكد منها وعزل المخالطين. كان هناك تأخر، كان هناك أيضا لا مبالاة من قبل الناس. شاهدنا المساجد باليمن مكتظة، شاهدنا أسواق القات ما تزال مكتظة بالناس، الأسواق ما تزال مكتظة. يعني رغم أنه وجهت العديد من النداءات عن طريق قناتكم وعن طريق العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كان هناك استهتار ولا مبالاة من قبل المجتمع. وايضا كما تحدثت ان يعني وزاره الصحه بشكل عام رغم ضعف الامكانيات المتاحه لم تتحرك بما فيه الكفايه، كان هناك اهمال، كان هناك استهتار بالموضوع، كان هناك اتكاليه، ربما كل طرف يتكل على الطرف الاخر، الاتكال على التحالف، الاتكال على المنظمات الدوليه. كان بامكانهم ان يعملوا اكثر. ما زلنا نامل ان يتم يعني اتخاذ الاجراءات الحقيقيه في مثل هذه الظروف. مثل ماذا؟ ما هي الاجراءات التي يمكن القيام بها في ظل هذا الوضع؟ أهم النقاط التي نتكلم عنها أو أهم المعايير العالمية هي موجهة نحو الناس في الداخل، البقاء في البيوت، التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. الآن يجب أن يتم فرض حظر تجوال داخل مدينة عدن، منع الدخول والخروج، أيضا منع التنقل بين مديريات مدينة عدن. هذه نقطة مهمة جدا، أنه بالإضافة إلى منع الناس من أسواق القات، منع يعني فرض حظر جزئي تقصد دكتور محمد؟ لا، فرض حظر كلي بالنسبه كلي. لمدينه عدن باعتبارها مدينه موبوءه. نحن لدينا يعني حتى الان لم يتم الاعلان عن اي حظر. تتوقع ان يعني يتم الاستجابه من قبل الناس لوجود حظر؟ يعني هناك بعض المدن او البلدان واجهت صعوبه مع المواطنين، كيف تقيم الوضع بالنسبه لليمن؟ بالنسبه لفرض الحظر يجب ان تفرضها الحكومه والدوله. يعني نحن شاهدنا في ايطاليا في بدايه انتشار المرض وبدايه فرض الحظر انتشر الجيش في الشوارع. هذه اجراءات يجب ان تتخذها الحكومه ويجب ان تتخذها الدوله، بالاضافه الى القرار الذي يقضي بمنع التجمع، اغلاق المساجد، منع الاسواق، منع اسواق القات. يجب ان يكون هناك خطوات ملموسه على ارض الواقع، بمعنى يجب ان يفرض الحظر فرض على الناس. الناس لن تحس بخطوره الوضع ولا بخطوره الوباء اذا لم تشاهد اجراءات حقيقيه اصلا. نعم، إذن نصيحتك الأخيرة دكتور يعني لهؤلاء الناس بالذات، يعني من يفتقرون للقمة العيش وهم بحاجة للخروج اليومي لإيجاد لقمة عيشهم؟ طالما انه الناس مضطره للخروج وهناك يعني جزء من الناس لا يستطيعون البقاء في البيوت مثل الاطباء والكادر التمريضي ومهندسين النظافه والعاملين بالاجر اليومي، لكن هناك عده نقاط: ارتداء الكمامات، الخروج فقط عند الضروره، والتباعد الاجتماعي. قلنا يجب ان تترك مسافه بينك وبين اقرب شخص من متر ونص الى مترين. هذه المعايير العالميه التي تتخذها جميع الدول، يعني حتى هنا في ايطاليا او مثلا في دول الاتحاد الاوروبي معايير التباعد الاجتماعي هي معايير اجباريه، خاصه انه في ناس يجب ان تخرج من البيت، في ناس لديهم مهن مهمه في هذه الظروف، في ناس لديهم ايضا في ناس يعيشون على الاجر اليومي. فلذلك يجب على الناس ان يقدروا خطوره الموقف، الابتعاد عن التجمعات سواء في المساجد او في الاسواق او في المحلات التجاريه، النظافه الشخصيه من العوامل المهمه جدا، ارتداء الكمامه اثناء الخروج من البيت، والتباعد الاجتماعي. هذه هي النقاط الوحيده التي نستطيع من خلالها الحد من انتشار الفيروس، بالاضافه الى الاجراءات الحكوميه التي يجب ان تكون على وجه السرعه بعزل المدينة ومنع التنقل بين مديريات مدينة عدن. يعني الناس ما فيش داعي انه اللي في خور مكسر يروح الى كريتر او العكس، لانه كل ما يعني زاد التنقل كل ما زادت خطورة الإصابة وانتشار المرض. والجميع يعرف ان مشكلة فيروس كورونا هي في قدرته على الانتشار، وبالتالي الضغط الذي يسببه كثرة الحالات على الأطباء وعلى الناس المحتاجين للعناية المركزة. إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد البعداني، طالب دراسات العليا، كنت معنا عبر الهاتف من إيطاليا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.